خبط عليها لغايه ما قطعتها واختلصت منها خالص. قلبها جابها تنام جنب صاحبتها وهي مقطعاها. اللي قلبها جابها اللي هي تقطعها تنام في الشقه، اللي قلبها جابها اللي هي تغسل سجاده وتنظف وتعمل والحكومه تخش عليها وهي بتنظف مطرح المعالم اللي هي الجريمه اللي هي عملتها. بتحاول تفجر الشيطان يسوق اعمالها. زينا لو مش الشيطان يسوق اعمالنا يا استاذ. طبعا لازم اهتم جنب الجثه ولازم طلع من مشروعها مش قادره تتحركي وقاعده تلمسي في الباب كانك يمكن تطلع لي يا اختي، يمكن تطلع لي سليمه اشوفها، يمكن بنتي تطلع لي سليمه اشوفها. انا قلبي محروق عليها، قلبي محروق عليها، ما تستاهلش اللي حصل لها ده كله. على ايد صاحبتها يحصل لها ده كله؟ بقول لك كانت الهدوم اللي بتجيبها جديده كانت بتلبسها لها الاول قبل ما فرح تفكر انها تلبسها الطقم، كانت بتجيبها لها هي. انا اللي كنت بجيب لفرح كل حاجه واقول لها يا فرح الطقم ده فين اللي انا جايبهولك؟ تقول لي يا خالتي ده ايه لابساه ازاي وانت ما لبستوش الاول؟ تقول لي معلش يا خالتي. بعد جريمه فرح خلاص هتثق ان بنتك تصاحب حد لا طبعا، ولا خطوه تمشيها من الباب اسيبها لوحدها خلاص. كان دايما انا مش حاسه بالامان مع حد، واللي حصل ده مش محسسني باي امان لاي حد خلق ربنا، لاني حاسه كده القيامه قامت ومفيش بني ادمين عندهم قلب، ما عندهمش قلب باذن الله. حقك هيجي. انا عايزه اعدامي يا استاذ احمد، عايزه اعدام في مدام عام فرح امراه قطع وهم حيين، هي ومحمد عايزه اعدام. امراه حكتلك عن خلافات بينها وبين اي سابقه؟ لا لا، كانت دايما تقول لي يا خالتي اديها لها اديها لحاجه معرفش ايه، بدل ما تبص لي فيها، بدل ما تعمل لي فيها معرفش ايه، كنت بحس ان في نفسنا. بس دي كانت عيله، وايه دي كانت اكبر من فرح بسبع سنين، كانت فرع اللي هي كانت بتيجي تحكي ما كانتش بتدركه انها البنت دي بتغير منها. كانت فرح عشان ما عندهاش اخوات، كانت بتحس ان البنت دي اختها، كانتش بتحس باكتر من كده. النهارده واقفه قدام مشروعها بتصوتي وبتعيطي وعايزه فرح تبقى قدامي. نفسي ادفنها واريحها ان شاء الله. هتندفن ان شاء الله. نفسي ادفن بنتي واريحها من اللي هي فيها. حقك هيجي ان شاء الله. كفايه عذاب كده فيها بقى. كده ان شاء الله. كفايه عذاب فيها كده بقى. ان شاء الله. انا بطالب ان انا نفسي ادفنها. كفايه. يعني مشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، رصدنا لحضراتكم لحظات بكاء وصراخ من أمام مستشفى مشرحة مستشفى المنشاوي العام. زي ما احنا شايفين خالة ضحية الغدر طالبة جامعة طالبة طنطا، يعني كانت من في داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بتحاول استلام جثمان ضحية الغدر والانتهاء من الإجراءات القانونية ودفنها. يعني الله يصبرها ويصبر لأسرتها المكلومة. هنفضل